وصلنا مشاهدينا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا في هذه الحلقة موهبة غنائية من محافظة تعز، الموهبة الفنية أمجد عادل. أمجد مرحبا بك. أهلين والله. كيف الحال يا أمجد؟ الحمد لله تمام. حياك يا أمجد. طبعا أمجد أنا عندي ملاحظة، يعني يرضيك بالله عليك يكون الضيف أشياك من المذيع. لا أكيد بدها حراقات من أولها. طيب يا أمجد، ربما أنا قرأت عنك كثير وتابعتك على الفيس وكذا، لكن الناس إلى الآن ما تعرفش من أمجد. عرفنا عن أمجد عادل، من هو أمجد عادل؟ طبعا اسمي أمجد عادل عبد العزيز القدسي من محافظة تعز قدس، خريج إدارة أعمال، أحب أغني وأعزف على الجيتار. رائع وبس. جميل. طيب منذ متى كانت البداية؟ متى بدأ؟ أو خلينا قبل ما نسأل على البداية نشوف أولا أنه الموهبة عند أمجد هي موهبة، أم أنه أمجد راح ودرس وطور نفسه حتى يصبح فنان؟ إحنا للأسف داخل اليمن لا يمكن أن واحد يروح يدرس أو أنه في أماكن أنه تعلمك أو تطور، لذلك موهبة بشكل أساسي هي موهبة. رأي. إن شاء الله لو في فرصة ولا لو في هذا بنحاول نحن نطوره. طيب الموهبة منذ متى بدأت معك؟ منذ متى كانت البداية؟ البداية كانت في إذاعة المدرسية، كنا نشارك بالحفلات حق المدرسة. في مرحلة الثانوية أم الإعدادية أم الابتدائية؟ الحمد لله الثانوية لما بديت أكسر حاجز الخوف وأطلع على الإذاعة وأشارك. جميل. طيب أمجد حاليا لكي يعرف المشاهدين هو عضو في الفرقة الشهيرة في تعز، فرقة مشاقر تعز. أمجد حدثنا عن وضعك في إطار هذه الفرقة والتجربة. طبعا وضعي أنا من ضمن المؤسسين للفرقة وكمان العازف حق الفرقة، كذلك الفرقة إن شاء الله بتطور بتتحسن مع الأيام ونشتغل أكثر على أنفسنا. والفكرة بدأت بسيطة وإن شاء الله الناس شافوا قبول له وحبوني. رائع. طيب إذا مشاهدينا هو بيكون هناك فقرة خاصة يغنيها معنا أمجد، لكن قبل ما نسمعها بصوته معنا حاليا على الهواء نذهب لمشاهدة بعض المقاطع أو مقطع لأمجد مسجل سابقا ونستكشف قدراته الفنية من خلال هذا المقطع، نشاهد سويا. أهلا مثلك أصافح وقتي وهني وهني خافي ولا أنت من مثلك عاجز توصف سما قدرك عاجز توفي وش بعد السما قلي وأنا وصف لك على مثلك أصافح وقتي وهني وهني خافي ولا أنت من مثلك عاجز توصف سما قدرك عاجز توفي وش بعد السما قلي وأنا وصف لك. رائعة يا أمجد، لكن أو كما نرى في الفيديو يا أمجد أنك تعزف على آلة الجيتار وتغني بنفس الوقت، لو تساءلنا أيهما أحب لدى أمجد، العزف أم الغناء؟ كل واحدة مكملة للثاني، ما أقدرش أحدد لك حاجة نهائيا. لكن عشان أغني تميل لأي جهة أكثر، للعزف أم الغناء؟ لا يمكن إذا خيرت إذا خيرت بين شيئين هما كلاهم يكملون بعض، ولكن إذا خيرت ما بين العزف والغناء أيهما أحب بالنسبة لك؟ أعتقد الغناء، لأن أنا بتو غنيته وبعدين رجعت أعزف جيتار، لذلك الغناء. رائع.
طيب أمجد، ما هو أول عمل نشرته على اليوتيوب وحاز على انتشار وشهرة؟ بغض النظر عن حق الفرقة، حق مشاغر تعز، كان معي عمل حق إن شاء الله للفنان ماهر زين، كذلك كان معي أغنية حق أصابك عشق، نالت استحسان الناس. كم عدد إجمالي الأعمال التي أنتجتها وهي خاصة بك بعيدا عن مشاقر تعز؟ الأعمال الخاصة هي عبارة عن كافر، كانت كثير، بس معي عمل خاص فيه، يعني لحن جديد، توزيع جديد، كل شيء جديد، كان اسمه أهلا يا رمضان قبل سنتين. هذا كان أول عمل لي فني لي خاص في أمجد. رائع. طيب أمجد، يعني هل تفكر بالمشاركة في الكثير من البرامج التي باتت متواجدة حاليا على الكثير من الشاشات، برامج اكتشاف المواهب الغنائية؟ يعني هل تفكر بالمشاركة في هذه البرامج والوصول إلى الشهرة بشكل أكبر؟ أكيد أطمح أن أنا أشارك بالبرامج هذه، بس قبل ما أشارك أحتاج 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 بقوة، نحتاج تمارين، نحتاج دعم، نحتاج تدريب عشان نحن نشارك ونفوز. هل متوفر هذا الأمر ولو بشكل حسبي؟ هل متوفر هذا الأمر على مستوى دعنا لا نقول اليمن بأكملها، ولكن على مستوى تعز يعني حاليا، بالذات أن المدينة محاصرة، يعني في إطار مدينة تعز هل متواجدة فرص التدريب والتأهيل والتطوير في الجانب الفني؟ للأسف 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 جدا جدا، كله عندنا كله اجتهاد شخصي. يعني على آلة الجيتار، ايش اقول لك، كان نفسي ادرس الجيتار بشكل اكاديمي، نفسي اتعلم الجيتار بشكل اكاديمي، لكن ما داخل تعز، داخل اليمن، داخل تعز بخاصه، ما فيش مكان ان انا اروح اتدرب فيه على الجيتار. لذلك ان انا ايش كيف تعلمت، رجعت اتابع اليوتيوب اتعلم، وللان احس نفسي ان انا عاد انا بحاجه ان انا اتعلم. فيا ريت يا ريت لو في داخل تعز مكان يعلم، مكان اكاديمي يعلم جيتار، يعلم دروس، بنروح كلنا بنستفيد كلنا، لانه في ناس يحبوا جدا، يحبوا انهم الشيء هذا والشيء يتعلموا منه، بس مش حاصلين المكان. طيب أعمالك القديمة يا أمجد، وما تطمح إليه لتقديمه للناس في قادم الأيام، ما هي النوافذ التي من خلالها يعني يمكن للناس الوصول لمتابعة أمجد؟ يعني هل لديك قناة على اليوتيوب يعني رسمية باسمك، وأيضا صفحات على المنصات الغنائية يعني المحددة لاستعراض الأغاني؟ أيوة أكيد، معي باليوتيوب معي قناة باسمي أمجد عادل، وكمان بالفيسبوك معي قناة، معي حساب بالفيسبوك باسمي أمجد عادل، ونزل كل جديد داخل الفيسبوك وداخل اليوتيوب أول بأول. نعم. طيب أمجد، يعني بعد يعني بستكمل معك بقية الأسئلة فيما بعد، ولكن حاليا لو طلبنا منك مقطوعة يعني لا أعرف، لن أختار أنا ولن أتشرط، وسأترك المجال لك اختار لنا مقطوعة هي الأحب إلى قلبك، أديها لنا مع نتمنى إذا كانت أيضا مع العزف إذا الجيتار متوفر لديك حاليا. أيوة، يعني انت تشي غنية ومع الجيتار ولا تشي معزوفة فقط؟ اذا كان الثنتين كل واحدة لحالها، او اذا في شيء مندمج فهو احسن. الان بعزف لك مقطوعة وبعدين برجع نغني. تمام، اذا كويس خلينا نختم اللقاء بصوتك. Thank you.
إذن أمجد نستكمل اللقاء، وهنا تساؤل، يعني هل فكرت يا أمجد بيوم من الأيام أنك يعني تترك الموهبة هذه لأسباب معينة، سواء عراقيل تتعلق بالمحيط، بالأسرة، بأمور كهذه التي يواجهها الكثير من الفنانين؟ صراحة جاءت أيام قبل فترة يمكن حاولنا احنا نتجنب الشيء هذا ونبعد عنه بسبب مضايقات، بسبب مشاكل، بس حاليا الحمد لله تمام، ما فيش أي مشاكل. بالنسبة للأهل داعمين لك ومساندين في تطوير موهبتك؟ نعم، نعم، أم أنهم يعني معترضين وأنت تحاول فرض يعني وجودك مهما كان الوضع؟ خلينا صريحين، يعني في جزء من العائله يحاول انه يقول لك هذا الشيء حرام هذا، بس الحمد لله الداعم لي الاساسي ابي يشجعنا واصل، يقول لي يا ابني اي حاجه تشوفها صح اعملها ولا لك من احد، فمستمر ان شاء الله. نعم. طيب هناك اعمال او عمل جديد تحضر له في هذه الايام يا امجد؟ ايوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالعيد بنزل ان شاء الله، ان شاء الله يكون فيديو كليب بيكون على تعز. مش عارف انا شكلي بستغلك استغلال غير طبيعي، ونخلي اليوم العمل القادم او جزء منه حصري على بلقيس، فايش رايك؟ لا استغلال حقك وشوف حله والله ما قدرش نهائيا. خلاص طيب اذا العمل جاهز ان شاء الله والكلمات جاهزه. طيب الان نسمع صوتك، يعني شوف لنا مقطوعة بصوتك، يعني أحب أغنية بالنسبة لك قدمها لنا. طيب على طول بتكون طبعا ملالة على قدس، على قريتي. الله قدس. ألا لي 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 قدس قدس يا موطن المحاسن، قدس قدس يا موطن المحاسن، فيك الجمال من زمان ساكن، يا الكدرة يا حضنة المفاتن، يا الكدرة يا حضنة المفاتن، أنت الفؤاد والخير فيك ساكن. ألا لي 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 لا 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 لا. الله عليك يا أمجد. طبعا يا أمجد انا من عشاق الملالات دائما، يعني كذا تلاقينا بعد 11 الليل اخذ لي ساعه الى ساعتين وانا يعني اسمع الملالات بشكل متواصل، فربما من أهم الأصوات المميزة اللي أسمعها هو صوتك اليوم بأدائك لهذه الملالة. طيب سؤال هنا يا أمجد قبل الختام، يعني لو تحدثنا عن طموحاتك المستقبلية، إلى ماذا يطمح أمجد؟ أمجد بشكل أساسي أطمح أن أنا أكمل ماجستير إن شاء الله بدولة غير الدولة هذه إن شاء الله، خرج الخارج أكمل ماجستير، وكمان بشكل أساسي أدرس الجيتار وأكمل إن شاء الله، فإذا تحققين هذه الأشياء أنا أحس نفسي أن أنا حققت اللي بنفسي. جميل. الله يوفقك يا أمجد، و يعني أتمنى لك كل التوفيق والنجاح بإذن الله.